كيمستري لاب بترحب بيكم طلبة وطلبات الصف الأول الثانوي. النهاردة إن شاء الله هنحل أسئلة الدرس الأولاني في شابتر 1 يونت 3 اللي كان بيكلمنا على السوليوشن. طيب two opposite figure represent two different types of mixture. عندي دلوقتي X و Y. اوكي mixture X represent a mixture of A و mixture Y represent a mixture of A. ومدينا أربع اختيارات: element compound ولا compound و element and compound و compound و compound و element و الاختيار الرابع elements and compound. ماشي. طيب تعال كده نشوف X. ده X ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن element. عرفت منين؟ لازم تعرف ان ال element يا اما بيكون من one atom او two similar atom. طيب دي كده 1 اتوم يبقى ده element، ودي كده 1 اتوم يبقى ده element. يبقى احنا هنستبعد الاختيار B و C لان هو مبتدي ب X. يبقى انت عندك X ده بيكون عبارة عن ايه؟ بيكون عبارة عن elements. طب element Y، element Y ده element وده elements مختلف وده compound وده element. يبقى ده بيكون من ايه؟ من elements and compound. يبقى احنا هنقول ان الواي ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن ميكاتشر من elements and compounds. يبقى الاجابة بتاعتك هتكون D. السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده. The following four figures represent the arrangement of the particles which form four different substances R, S, T, U. Which of the following choices represent these substances correctly? طب تعال كده نشوف R. R ده ايه يا جماعة؟ هل R اقدر اعتبره ميكتشر؟ لا ما اقدرش اعتبره ميكتشر. ليه؟ ده كومباوند. ده pure substance. يبقى R ده بيكون عبارة عن ايه؟ بيكون عبارة عن compound. يبقى اذا هنستبعد B و C. طب S. طب معلش يا مستر انت عرفت منين ان R ده compound؟ لان هو بيكون من different atoms. different atom تبقى compound. طب S. S ده برضك بيكون عبارة عن different compound. ده mixture. عرفت منين هو ميكتشر؟ لان في كومباوند وفي كومباوند تاني، فانت عندك تو سبستانس موجودين مش واحده. دي واحده بس، ده نوع واحد بس، لكن دول نوعين، دول تو كومباوندز، يبقى ده ميكتشر. يبقى انا عندي الاس ده بيكون عباره عن ميكتشر. يبقى احنا هنستبعد كمان الاجابه ايه؟ اذا الاجابه بتاعتي هتكون دي. طب والباقي خلاص انا عرفت ان الار ده بيكون عباره عن كومباوند وإس ده بيكون عبارة عن ميكتشر، خلاص أنا مش لازم أكمل الباقي، أكيد الباقي صح. طب رقم ثلاثة. On dissolving table salt sugar in water with stirring, نقط is formed. Table salt solution والسوليوشن ده نوع من أنواع الميكتشر. Homogeneous mixture، يبقى الإجابة بتاعتك هتكون ميكتشر. رقم أربعة. Mercury solution with other metals are known as الميركل. لما بيدوب فيه الميتال بنسمي الميتال ده ميتال امالجام، زي كده السيلفر ميتال. يبقى الميركل لما بيدوب في اي ميتال بنسمي الميتال ده ميتال، او السوليوشن ده بنسميه ميتال امالجام، ودي اخذناها في انواع السوليوشن. خمسه. What is the physical state of solvent in amalgam؟ طبعا السوليفنت هنا اللي هو زي السيلفر، والسيلفر ده بيكون سوليد، يبقى طبعا اكيد هيكون سوليد اونلي، لان الامالجام ده عباره عن ايه؟ عباره عن ليكويد ميركوري ديزولفد ان سوليد ميتال. فطبعا الديزولفد ان سوليد ميتال يبقى انت عندك هنا السوليفنت ذات نفسه بيكون سوليد. طيب which of this solution is good electric conductor؟ احنا خدنا نوعين من السبستانس عندنا، او نوعين من الميكتشر عندنا، في سوليوشن بيكون جود كوندكتور وسوليوشن بيكون نون الكترولايت. ايه الفرق ما بينهم؟ الفرق ان هو في الالكترولايت بيحصل ايونيزيشن للكومبوننت بتاعت السوليوشن انتو ايونز. طيب السوليوشن اوف ماجنيسيوم كلورايد ان ووتر، ولا السوليوشن اوف جلوكوز ان ووتر،
ولا solution of table sugar in ethyl alcohol ولا solution of iodine in ethyl alcohol؟ طبعا الإجابة بتاعتك هتكون A، لأن المغنيسيوم كلورايد جوه الميه كان بيدينا Mg positive plus Cl negative. إذا ده بيكون عبارة عن حصل ionization هنا، فطبعا الفري ايونز دي هتخلي السوليوشن ده يوصل كهرباء. Which of the following figure represent the heterogeneous mixture؟ مش solution بقى، ده heterogeneous mixture of KOH solution and هنشيل Mg معلش وهنكتب مكانها Fe، و هنشيل دي وهنكتب مكانها Fe. اشمعنى؟ قصدك ال Mg OH by 2 ده بيدوب في الميه، فلو كلهم دابوا وحصل له ionization ده مش هيبقى heterogeneous mixture، ده هيكون homogeneous mixture لان هيكون عباره عن solutions. فال FeOH by 2 ده من البيز اللي ما بيضبش في الميه، فبيحصل له ايه؟ بيحصل له precipitate. طب ال KCl لما بتيجي تعمل المعادله، ال K هتاخد ال Cl وال Fe هياخد ال OH، فيبقى المعادله الناتج بتاعها KCl و FeOH by 2. طب ال KCl ده aqueous solution بيتفكك لعين لK positive و Cl negative اهم، وال FeOH by 2 ده بيكون عبارة عن solid هيحصل له precipitate هيترسب تحت. اذا الاجابة بتاعتك هتكون C، لان انت بعينيك هتقدر تشوف الراسب بنفسك، وهو هنا بيقول لي heterogeneous mixture. Which of the following substance exists in aqueous solution is formed in the form of molecule؟ كلمة form of molecule معناها ان هو بيحصلوش ionization. فلما نيجي نمسك اول واحد هو C2H5OH، هو فعلا هو بيدوب في المية ولكن بيخرج في صورة molecule ما بيحصلوش ionization، ولكن ال K3BO4 دي بيحصل لها ionization. اذا اختيار A ده غلط. اختيار B سكر الجلوكوز اللي هو C6H12O6 هو بيدوب في المية بس بيخرج بردك في صورة molecule ما بيحصلوش ionization، والايثانول برضك بيخرج في صورة مولكيول ما بيحصلوش ايونيزيشن. اذا الاجابة بتاعتك هتكون B. Which of the following statements illustrate what happened on passing hydrogen chloride HCl in benzene؟ ال HCl هو بيكون عبارة عن بولر كومباوند. المفروض البولر ما بيدوبش في النون بولر، البنزين ده نون بولر، ولكن ال HCl بيقدر يعمل روابط مع البنزين، هو بيدوب اه فيه ولكن ما بيحصلوش ايونيزيشن. يبقى ال HCl يدوب في البنزين اوكي مفيش مشكله، ولكن ما بيحصلش ionization يعني ما يوصلش كهرباء. HCl gas doesn't dissolve in بنزين، لا احنا قلنا HCl بيدوب في البنزين وبرضك بي غلط. HCl dissolve in بنزين but doesn't ionize in it، هو هيدوب في البنزين ولكن مش هيحصل له ionization. هي دي طبعا الاجابه، يبقى الاجابه بتاعتك هتكون C. تعال بقى السؤال رقم 10 ده نفكر فيه كده مع بعض. A wall is painted by an old paint. A part of it is mistakenly sprayed with a new paint. يعني انت عندك الاوضه بتاعتك دهان، حد بيدهن او بيعيد الدهان تاني فبتلخبط حط دهان جديد يعني. ازاي بقى يشيل الدهان الجديد؟ بيقول لي if the two paint can dissolve in the same solvent which of the following solvents can remove the new paint؟ انهي solvent هتستخدمه عشان يزيل النيو بنت وبنفس الوقت يحافظ على الاولد بنت ما يبوظش الشكل او ما يخرجش او ما يطلعش الشكل القديم؟ يعني انا دلوقتي حطيت دهان خلاص، دهنت الحيطه فاجيت من غير ما اقصد دخلت دهان جديد، فانا عايز اشيل الدهان الجديد ده ومبوصي الدهان القديم، اعمل ايه؟ هستخدم سوليفنت، وبيقول ان السوليفنت ده ما بيدوبش ان الاثنين ما بيدوبوش في نفس السوليفنت، فانا هستخدم سوليفنت واحد فيه بيدوب والتاني ما بيدوبش. طيب السوليفنت اللي هيدوب اللي هيدوب هيدوب الايه؟ هيدوب النيو باند ولا الاولد باند؟ انا عايز احافظ على مين؟ عايز احافظ على الاولد باند، يبقى انا هجيب سوليفنت يدوب لي النيو باند وفي نفس الوقت الاولد بنت ما بيدوبش فيه، وبالتالي انا كده هبقى حافظت عليه. يبقى انا دلوقتي هجيب سوليوشن واحد بيدوب والتاني بيدوبش، مين اللي هيدوب؟ النيو بنت. مين اللي مش هيدوب؟ الاولد بنت. اوكي
ادي الاولد بين doesn't dissolve in it اه النيو بين doesn't dissolve in it لا انا هستخدم السوليوشن واحد بيدوب والتاني ما بيدوبش. اذا الاجابه ايه ودي مستبعدين لان دي برضك بيقول لي الاثنين بيدوبوا، لا مش هيدوبوا، انا عايز واحد يدوب والتاني ما بيدوبش. طيب هستخدم المذيب ده اللي هو السوليفنت في ادابه مين؟ ادابه النيو بيند. doesn't dissolve in it الاولد بيند مش هيدوب في السوليفنت اللي انت هتستخدمه، ولكن النيو بيند هيدوب فيه. اه طبعا انا قلت دلوقتي هستخدم سوليفنت يدوب لي الجديد ويحافظ لي على القديم، يبقى القديم مش هيدوب فيه. السؤال اللي بعده which of the following exists in aqueous solution in the form of molecule، دي حليناها قبل كده اللي هي ايه. السؤال اللي بعده the opposite table shows the solubility of three substances x y z different solvent what is the type of each substance x dissolve in water but not in alcohol. يبقى x دي حاجه من الاثنين، يا اما بتكون polar يا اما بتكون ionic لانه ما بيدوبش في الكحول والكحول ده نون بولر، فاكيد اكس دي حاجه من الاثنين ده، يا اما بولر يا اما ايونيك. طب واي ديزولف ان الكحول بات نوت ديزولف ان ووتر، يبقى اكيد واي ده بيكون نون بولر. طيب ازاي ديزولف ان ووتر اند الكحول، يعني ممكن يكون ايه؟ ممكن يكون بولر او نون بولر. يبقى انت عندك دلوقتي اللي انا هلعب عليه واي، ان واي ده لازم أن تكون نون بولر، يبقى الواي هنا بولر لا هو نون بولر، ايونيك لا هو نون بولر، يبقى انت عندك الاختيار ما بين سي ودي. تعالى كده نشوف الصح، يبقى احنا دلوقتي خلصنا من واي. الزد يا اما بيكون بولر او نون بولر. طب هنا بيقول لي ايونيك الزد، لا هو الزد مش ايونيك، هو بولر يا نون بولر، لو ايونيك هيدوب في البولر بس. إذا الإجابة بتاعتك هتكون سي. طيب السؤال رقم 13 on adding a magnesium strip in a paper contains a hydrogen chloride dissolved in dichloromethane it was noted that no hydrogen gas evolved what should you do let hydrogen gas yield from this reaction. مش انا دلوقتي لو انا حطيت جبت ماجنيسيوم مع HCl بس لازم يكون ال HCl ده aqueous solution يدينا MgCl2 plus H2 وبيخرج H2، لقيت هنا ما خرجش H2، عارفين ليه ما خرجش H2؟ عشان ما فيش ميه، ده مش aqueous solution. HCl ما قاليش ان هو aqueous solution، قال ان ال HCl ده dissolved in dichloromethane مش هيحصل له ionization مش هيتفكك له ions، انا عايزه محلول انا عايزه aqueous solution، يبقى عشان اطلع H2 يبقى لازم يكون عندي aqueous solution HCl aqueous، يبقى انا لازم احط ايه؟ احط ميه. يبقى طبعا هتقرا الاختيارات هتلاقي ان الاجابه adding water، احط ميه عشان HCl يدوب فيه فيحصل له عمليه ionization، ال Mg تاخد Cl ويتبقى الهيدروجين جاز يطلع. The solubility of salt in water equal 20 جرام لكل 100 جرام of water at certain temperature. What is the mass of salt required to be added to 300 جرام of water to obtain saturated solution؟ يعني انت دلوقتي عشان تعمل saturated solution محتاج 20 جرام دايبك 100 جرام water. طب لو كان 300 جرام water انت زودت ال water يبقى اكيد هتزود الماس بتاعة السوليوت. طب ازودها يبقى انا احط هنا x. انا عايز قيمة مين؟ عايز قيمة ال x. يبقى ال x هتساوي 300 by 20 over 100 هيطلع لي 60 جرام. السؤال اللي بعده هنا بيقول لي the opposite graph represents the solubility curve of some substance the table shows the solubility at 46 degree. ماشي انت عندك هنا عند ال 46 ديجري. طب تعالى كده نشوف الليثيوم هيدروكسيد، الليثيوم هيدروكسيد LiOH هنا الديجري بتاعته هتكون كام؟ الديجري اوف سوليبيلتي هتكون يعني هي ما بين ال 10 وال 20، هي في الاوائل كده. طب تعالى كده هو مش مدينا قد ايه؟
ال اي او اتش 13 جرام ممكن، لان هي ما بين ال 10 وال 20 فطبعا دي تمشي، فدي مش ضمن الاختيارات. وهنا بيقول لي unsaturated which of these solution is unsaturated، يبقى احنا هنستبعد ال اي او اتش. نمسك طب بالبوتاسيوم برومايد، ماشي تعالى كده البوتاسيوم برومايد اللي هو كي بي ار، الديجري بتاعت السولوبيلتي بتاعته هتكون ما بين ال 70 وال 80 في النص، ما بين ال 70 وال 80. طب هم يدينوا رقمها بكام؟ 75.4. ممكن، يعني هي ما بين ال 70 وال 80 بالتقريب كده ممكن تطلع 75.4. اذا ده ساتوريتد مش انساتوريتد، يبقى برضك مش معانا. طب تعالى كده نشوف الامونيوم كلورايد اللي هو ال NH4Cl عند ال 40 اهي، يعني هي ما بين ال 40 وال 50 بس في اواخر ال 40 يعني قبل ال 50 بشويه. طب هم يدينا رقمها بكام؟ 48.8. لا برضك مش معانا، دي كده ساتوريتد. طب البوتاسيوم كلورايد عند ال 40 هتكون ما بين ال 30 وال 40 وهي تقريبا قريبه من ال 40، يعني ممكن تبقى 38 39 and so on. طب هو مدهاني بكام ال كي سي ال دي؟ مدهاني ب 32. لا 32 انا عايز اوصلها لغايه مثلا 37 38 عشان يبقى ساتوريتد. اذا ده السي ده هو لسه ما وصلش ان هو يبقى ساتوريتد، يبقى طبعا الاختيار بتاعنا هيكون سي. يعني هو من ضمن الاسئله الصعبه شويه. وبكده نكون خلصنا من واجب الحصة، ألقاكم إن شاء الله الأسبوع القادم، شكرا إلى اللقاء.